هذه أغلى شجرة في العالم. الشجرة هذه شجرة العود الكمبودي، وموجودين في غابات العود الكمبودي. والعود هو من أغلى أنواع الحطب في العالم. والغريب في الموضوع أن العود اللي نتبخر فيه ونطيب ترى هو مرض يصيب الشجرة. يعني لما تقرب وتشوفونه هنا داخل، يضربون الشجرة من داخل فتدخل بكتيريا داخل فطريات وتتغذى على جذع الشجرة، وبعد ذلك يقصونه ويطلع معانا البخور. وكل ما زاد عمر مرض الشجرة كل ما ارتفعت قيمتها. يعني إصابة الشجرة وغلاء سعر البخور على طول مدة المرض. يعني إذا الشجرة صار لها 60 سنة أو 100 سنة مصابة بالمرض، معناتها ارتفع سعر العود وصار داكن. بعد ما يشيلون الجذع يستخرجون المادة اللي فيها أو المرض اللي أصاب الجذع وينظفونه بطريقة احترافية، ويأخذون الجزء المصاب بالفطريات. فيعني لما نقول أن البخور والعود ترى هو يعني مرض، وشجرة العود من الأشجار الطيبة والاستوائية اللي تنتشر في كمبوديا وفيتنام ولاوس وتايلند وأجزاء من